السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي كويزين تيتيما. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غنشارك معكم طريقه تحضير كريم شونتي وكذلك كريم فخاش في الدار بمكونين فقط، يعني غنحتاجوا الزبده والحليب فقط. فبلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو. اول حاجه غنحتاجوا الميزان، اللي حاجه ضروريه. غنحتاج هنا الميزان، نوضع فيه 200 غرام ديال الزبده، تكون الزبده من نوع الممتاز. تقريبا هنا عندي واحد 200 غرام. نضيف ليها 250 غرام ديال الحليب، يعني هنا كيعطيني 200 غرام ديال الزبده مع 250 غرام ديال الحليب، كتعطيني تقريبا واحد 450 غرام. نوضعها على نار تكون متوسطه وغنبقى نحرك يعني حتى يذوب لي الزبده، يعني ماشي حتى يطيب لي الحليب، فقط ذوب لي الزبده مزيان. فانا من بعد ما ذابت لي الزبده غنزولها فوق النار. فانا كيف ما كتشوفوا من بعد ما زولتها فوق النار كنجيبها كنحيدها فوق النار وكنبقى نحرك فيها، واخا حيدتها من فوق البوطه كنبقى نحرك فيها حتى كتبرد لي تقريبا واحد شويه، يعني ما تبقاش هي سخونه بزاف. فهنا من بعد ما كما كتشوفوا تقريبا راها بردات، يعني نقدروا الحراره اللي يستحملها الصبع ديالنا. نجيب خلاط كهربائي وغنوضعها فيه وغنطحنوها مزيان، يعني مده ديال تقريبا مده دقيقه وحنا كنطحنوا فيها. فهنا غنطحنها المده ديال دقيقه تقريبا. فانا من بعد ما طحنتها دقيقه، يعني درت كرونو دقيقه وانا كنطحن فيها، نجيب واحد الوعاء زجاجي اولا شي جبانيه كبيره ديال الزاج. فانا من بعد ما غلفته مزيان غندخلو المجمد على الاقل واحد 4 السوايع، هذا باش كتخدموا به. الا كنتو مزروبين به فقط 4 السوايع، كنتو ما مزروبينش به خليوه ليله كامله ومن بعد يمكن لكم تستعملوه. فانا كيف ما كتشوفوا من بعد ما خليتها فقط 4 السوايع يمكن لكم تخلوها ليله كامله، كيجمد لكم شويه الفوق كتجمد لكم شويه الفوق ماشي بزاف. كنجيب الطراب وكنطربها بحال هكا شويه. فهذه هي لا كريم فخاش ديالنا من بعد ما وجدات. فبالنسبه لهاد لا كريم فخاش فهي صالحه للطبخ والحلويات، يعني نستعملوها في الحلو وفي المالح في نفس الوقت. بالنسبه من هاد الكريمه من هاد لا كريم فخاش غنخرجوا كريم شونتي، يعني من هذه غنخرجوا منها كريم شونتي. ناخذ واحد شويه من هنا بالنسبه لهذا هو باش غنخرج كريم شونتي. غندخلها الثلاجه واحد 30 دقيقه ان شاء الله ونتلاقاو. فانا من بعد ما دخلت الكميه اللي غنخدم بها كريم شونتي للثلاجه غناخذ واحد وعاء زجاجي او اناء زجاجي وندخلو المجمد واحد 15 دقيقه بين ما بردات لينا الكريمه الاخرى. فانا كيف ما كتشوفوا خرجت داك الاناء من الفريكو، خليته ربع ساعه في الفريكو. وهنا بالنسبه لديك الكريمه حطيتها في الثلاجه نص ساعه. ضروري من هذه المرحله باش تنجح لكم كريم شونتي. انا غنجيب الطرب غنبدا نطرب. من بعد ما طربت واحد شويه كنضيف واحد المعلقه ديال السكر سنيده وواحد ساشي دفاني. الا كان عندكم الفاني السائل من الاحسن، ما كانش عندكم فقط تكتفيو ب فاني غبره. انا كيف ما كتشوفوا ما كنطربوش مزيان، يعني ما كنبقاوش نطربوا واحد 10 دقائق، كنطربوا فقط واحد 5 دقائق حتى كتجمع لينا، لحقاش الا طربنا اكثر غادي تولي لينا زبده.
فقط كيف ما كتشوفوا حتى كتجمع ليا شويه، مازال غادي نطربها شويه. هذه هي لا كريم فريش دي عفوا كريم شونتي من بعد موجودات، كتجي على هذا الشكل. هذا كنتمنى تجربوها والفيديو ديالي ما يعجبكم والناس الاحسن ديالكم وتبارطاجيوه مع اصحابكم وصحاباتكم باش تعم الفائده. فهذا هو نهايه الفيديو، وصلنا لنهايه ديال الفيديو. هذه هي لا كريم شونتي من بعد ما وجدات، كتجي على هذا الشكل. هذا صراحه كتجي غزاله بزاف ورائعه، كنتمنى تجربوها. وهذه هي لا كريم فريش ديالنا، يعني صالحه للطبخ وكذلك للحلويات. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم ويناسب الاحسان ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وتفعيل جرس الاشتراك باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.